ترجع تاني من وسط الملعب أمامية هشام فتح الله يعملها حلوة خطيرة. صامويل انفراد منتهى الخطورة، خطيرة خطيرة، جول 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 صامويل. 12 دقايق وادي مع اول 7 دقايق عرضيه اقتحم حلو قوي صامويل اوفوام، وتواجد بعبقريه لايهاب المصري اللي خد الكره ولف بيها خدمته من مدافع ما طويله قوي عليه. رجع شريف اكرامي، كان المفروض اكرامي يطلع ياخدها انما رجع لورا بشكل غريب قوي ايهاب المصري، منتهى الخطوره، جول 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 ايهاب المصري، الجون الثاني. مش ممكن، كرة أمامية طويلة، شريف إكرامي رجع ورد تاني إكرامي. الهدف الحكاية من أولها هاني العجيزي لإيهاب المصري ركنها بحرفنة كده، وادي شريف إكرامي اللي الراجل اختل التوازن بتاعه، وهدف تاني لنادي سموحة في تجربة النادي الأهلي النهاردة الثانية أمام النادي السكندري بعد لقاء النادي الأوليمبي.